السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في الموضوع ديال يونس وسميرة، كتخرج مي ناعمة وكتدخل بالصلح وكتلقي واحد الكلمة في القناة ديالها. ها هو حطيت لكم المقطع، كنتمنى يعني الأطراف يسمعوه، لأن فعلا في واحد الكلام اللي هو زوين بزاف، وفعلا يعني السيدة كتبين أنها عندها بوادر أنها تصالحهم. كنتمنى أنكم تنطوا ليها وتسمعوا أشنو كتقول في هذا الفيديو ديالها. كليمة، أنا كيما شفتوني كيكون دازت عليا ديك المحنة وخرجت من ديك المحنة وخدامة في القناة ديالي وانتوما كتابعوا مقطع على مقطع، ما عارفة لا هادي ولا هاديك. دابا خرجت بواحد الكليمة غنقولها وكنطلب الناس يتقبلوها مني. وتبارك الله عليكم وليداتي، كنعطي تحية لقناة مربوحة. وتنقول لك أخويا يونس ولا ولدي يونس، أنا رقدت فراشكم وكليت طعامكم وما دوزناش قليل. كنطلب منك ما تبقاش تخرج بالفيديوهات، هذوك راهم تيبقاو وليداتك وهذيك تبقى مرتك. الله يسهل عليك وانت تخرج بشي فيديو. حنا بوليداتنا وما نبغيوش وليداتنا يتفرقوا على ديورهم، وتانت راك بوليداتك وبخواتاتك. كنترجاكم سميرة، كنعطيها تحية من هذا المنبر، واخا هي ما قلبتش فيا انا غنقلب فيها في هاد الساعة هادي. وتبارك الله عليك يا سميرة، وكنترجاك وهاد القنوات كنترجاهم يدخلوا بخيط ابيض ويحذفوا هاد العيب، وتولي ديك البنت تكبر وليداتها معبار. هذا باش كنطالب انا، واخا ما عنديش حق نهضر، بغيت نعطيت انا رايي. الا عجبكم ما عجبكمش كل واحد يدير اللي بغا، انا غير حيت انا كاينه في اليوتيوب تانا نعبر على شي كلمه بغيت نقولها. كنطالب منكم يا القنوات صغير وكبير تدخلوا بخيط ابيض، راه تا وحده ما تبغي تخرج من دارها. وهادشي اللي فيه سميره ويونس راه اي دار كتعيش فيه، غير هما خرجوا كما كنقولوا للكاره، وناس اخرين راهم دازين. راه ما كايناش المراه اللي ما كتخاصمش مع الراجل ولا تنكذب اخوتي، ما كتهضرش مع رجالكم، ما كتقاطوش مع رجالكم. راه حنا تانا عندي قناه في اليوتيوب، وشحال من مره كنتقاتل مع راجلي، ماشي كنتقاتلوا بالعصا، كتجيني اذاعات ديال الغيار كيجيبوا الله تعالى وتبارك، وتنفكوه غيبة بيناتنا، ما تنخرجوش نقولوا في الساحة. ويكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم راه ما تيدارش مع الراجل ولا مع المرأة، غير واحد عنده مستور وواحد عنده عريان. كنترجاكم القنوات دخلوا بين هاد الناس بخيط ابيض، ويونس راه قلبه ابيض وسميرة قلبها ابيض، وبغينا المسيرة ديالهم تكبر بوليداتهم. هذا باش كنطالب، وما غنزيد على هاد الكلام ما غنقص. انا قلت هاد الكلمه كما القنوات يشرفوا دوك الوليدات، نتوما حسبوا سميره حمقى وحسبوا يونس حمقى، ولكن دوك الوليدات شنو هو ذنبهم؟ انا كنترجاكم دوك الوليدات يكبروا بيناتكم. صحنا حنا كندافزو وكنتصالحو، راه اي دار فيها الخسار، راه غير واحد كيما قلت لكم تيخرجوا للكارة وواحد تيسترو. كنترجاكم القنوات تداخلوا، وانا وحده منكم اللي بغى يدخلني بهذا الخط، ندخل عند سي يونس وعند شريفة سميرة ندخلوا بصلح. حنا بغينا ندخلوا بصلح. انا ما كنضر منكم اخوتي، انا شفت هاد القلبة نايضة، بغيت نقول كل ما انا مني من المجتمع، انا ما تنتعايل ما تنتعاطى ما تنسب ما تنقصي، انا تنقول كلمة طيبة وغنبقى نقول كلمة طيبة حتى نهار اخر يوم في حياتي. راه ما يعايش شي واحد نقول شي كلمة ما زويناش، هذيك الكلمة ما زويناش كنقولها مثلا داري الا كان شي نقاش والا كان شي تغيير والا باش نقولها بشي واحد، راه ما يعانيش شي واحد شي نهار نقولها حتى لاخر نهار في حياتي. كنترجاك يا يونس ما تخرجش بشي فيديو، وتنترجاك يا سميره ما تخرجيش بشي فيديو، راه داكشي اللي عندك انت عندنا كلنا في ديورنا، وما تزربوش، راه كيجي ربي كينزل بزلط الرحمه. الله يسهل عليكم، ربي غينزل بزلط الرحمه على وجه داك الشريف اللي عندك ودوك الشرفه اللي ولدتي. وهذوك منين جاو؟ راهم جاو على طريق يونس، وانتي هذوك منين جاو؟ راهم جاو على طريقك. وراني كنرجاكم ما تحرموش دوك الاولاد من باهم ولا من امهم، وهذه هي كلمة.
هادشي كنطلب القنوات يدخلوا بالصلح منهم فوزيه شانين وانا معاكم لا كاين شي ما يتلقم يتلقم وانت انا بغيت هادشي يكون في اليوتيوب ولا بغيت هادشي حتى انا بوليداتي وحتى انا براجلي بغيت الله يعطيني شوها اكثر من هذه اللي كاينه يما نبغي شي واحد يضر واكثر يا الوليدات وتحيه لكم كبيره وتابعوا معايا الفيديو وغنتمنى كبنت خويا ديري بالنصيحه لعمتك قال لك علاه الشجره كتسقط وعلاه من كتاكل المسقط على الاولاد انا راني سرحت عليهم ومشيت للخلاء عليهم وتعذبت مع الاولاد راني كنت كندق على الديور وكنبيع الحاجه اللي تباع واللي ما تباعش باش ربيت الخوت شقه وباش كبرت الاولاد وكنتمناكم تقبلوها من القنوات الله يجازيكم كندخلوا بخيط ابيض ما تبقاوش كتزيدوا فيه الماء ما كيدخلوش في المعيار هادي كتدخلوا في الشخصيه الدار ورحنا احنا عندنا المعلم مثلا كتهرس لنا حاجه والله القرصه ملي كنضطروا نطلبوها هادشي راه حشومه يتقال في هادشي ديال سميتو والله يسهل عليكم انا كنطلبكم بجوج انا غنخطي بيونس ونجي مع سميره ولا غنخطي بسميره ونجي مع يونس وبغى ربي يطيح بالزوج الرحمه ويصالحه في غنديروا وجهنا راه حنا بغينا ندخلوا بالصلح وانا وحده منكم اللي بغيتو لا بغات بنت خويا الحولي ندبحوا عليها عاود تولي لوليداتها وتكبر وليداتها عاود ندبحوا عليها غير ما تخليش وليداتها محرومين من البواب هي ترجع هي راه دبس على طبعه وهو دب على طبحه وهذه هي المسيره راه غاديه حتى وحده ما دايا باها ولا خور وهذا حد الكلام يا خوتي وسمحوا لي دخلت بغيت ما نبقاش دايره راسي ما شفتش انا شايفه وسامعه وتبارك الله عليكم وانت السيوس دخلت عليك بالله وانت تخرج بشي فيديو وهذا اللي كنقول لكم اخوتي وكنتمنى تولوا لوليداتكم ونمشيو حتى حنا لعندكم ونجيو لعندنا ونوليو كل بارح كل يوم هذا هو واحد الكلام اخوتي وتبارك الله عليكم وتابعوني على الفيديو ديالي نتوما حنا نصالحوا حنا نصالحوا ما تخرجوش بالفيديو لا نمشيو نصالحوكم انا لا حنا نمشيو نصالحوكم ما تخرجوش بالفيديو داك الشيء ما كيتقالش في اليوتيوب عليكم عيران ونصالحوكم راه حنا ندخلوا في الفيديو نتوما غير ما تقولوش داك الشيء في اليوتيوب هذاك الشيء راه ما خصوش يتقال وتحية للقنوات صغار وكبار الله يحن عليكم هذاك الشيء ما خصوش يتقال راه كما كنقولوا كنزيدوا غير شحال الصوت الله يحن عليكم الا ما خيطوا بخيط ابيض لهاد الناس ودعيو معاهم في اللايفات باش يوليو دوك الوليدات قدام باب امهم راه حتى واحد ما غيصبر على دوك الوليدات وحتى حنا كنجربوا والله قسم الا كان دابز انا والراجل وكنت كنقول لبنتي الكبيره اللي هي ما زوين تنقول لها قولي لباك يرغبني انا مقلده الا كنت كنقول لها قولي لباك يرغبني باش ما لا خرجت غنتشرد وكتبقى تقول له يا رب امي ولا تمشي معاها يا ما محسابوش انا اللي كنرغب ويا انا باش كبرنا الولاد ولحد الان تلك شوية هو كيسلك وانا كنسلك كيطرى شي نقاش كيجي زوير مسكين يهدم السوق ايوا حنا احنا غاليين وراه تهضر نقطه الاولى راه تهضر نقطه الاولى دوك الناس كلهم اللي دابا تيقولوا كانوا كاع راه كلشي عنده هاد المشاكل تحيه ليكم